نتيجة أول اعتصام خاص تقريبا في تاريخ التحرير اللي هو كان في 2003 وقت احتلال العراق، وقت حرب العراق، يعني لما العراق اتضربت نزلنا كان عندنا ناس برضه من الأغرب وشفته وهو ساكن الأمن المركزي بيضربوه بينزلوه على الأرض بيقطعوا له هدومه بينزلوا عليه كده زي المناظر اللي شفناها عند شارع القصر العيني عند مجلس الوزراء. روحنا البيت والاعتصام اتفض والعراق احتلت وخسرنا تمام؟ فكان يعني من وانا صغير مهتم قوي بالسياسه وما كسبتش اي حاجه في السياسه، يعني دايما عاملين نخسر 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 ما حدش اي حاجه. بعدين دخلت الجامعه، كنت في الجامعه برضه كنت محبط جدا من مصر ومن الجامعه، فكانت هي دي الروح اللي دخلت بيها الجامعه خرجت بيها من المدرسه، ان انا بكره مصر وبكره الجامعه في مصر وبكره الشباب المصريين وبكره كل حاجه، محبط جدا من كل حاجه تمام. المهم بعدين بعد ما دخلت الجامعه لقيت شباب بيقولوا لي ان في حاجه اسمها نموذج محاكاه الامم المتحده موديل اوف يونايتد نيشنز. اوكي ده عباره عن ستودنت اكتيفيتي بيتعمل الشباب فيه بيعملوا نفسهم كانوا في يونايتد نيشنز، و يعني قال لي تعالى في بنات حلوه وبتاع كده. رحت طبعا، فرحت انا مفيش اي حاجه في دماغي ان انا مهتم خلاص يعني خلاص كده. المهم دخلت هذا الاكتيفيتي وانا ما بعرفش اعمل حاجه في حياتي، ما بعرفش اعمل ريسيرش، ما بعرفش اتكلم، عندي خوف رهيب من ان انا اعمل سبيتشز. يعني كنت يعني انا فاكر كويس اول سيشن دخلتها في سنه جامعه كنت بتكلم كده بالظبط، اللي هو اوكي عبد الغني هيز جونا انتروديوس سيلف، هو الاكتيفيتي ريزنج عبد الغني هيقدم نفسه كده. فانا كنت عبد الغني انا بس كنت متخيل جدا 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 جدا، كنت بعرف اعمل برزنتيشنز خالص. المهم دخلت النشاط ده وقعدت فيه سنه ورا سنه ورا سنه، خدت السكيلز برزنتيشن سكيلز، خدت الريسيرش سكيلز، بقيت من الليدرز بتوع الاكتيفيتي ده، وخرجت منه عملت نشاطات تانية في الجامعة، نشاطات تبعية سياسية، ما عرفناش نعملها قوي عشان مكتب الأمن ما اعترض، وحسب شوية أهداف كده يعني، كان طبعا قبل 2011. بعدين اليونسكو عمل أناونسمنت إن إحنا عايزين حد يمثل مصر في حاجة اسمها اليونسكو يوث انترناشونال فورم، المنتدى الدولي للشباب، منتدى اليونسكو الدولي للشباب تمام. فانا كنت مقدم ورقي وقلت انا عايز امثل مصر وانتوا تشوفوا هما اللي هيعملوا عمليه التقدير، هل انا هنفع ولا ما ينفعش تمام. طبعا ده كله كان بعد ما خرجت من بعد الموديل في يونايتد نيشنز ده، شاركت حاجات ثانيه كتير وبرامج توعيه سياسيه، ولا يبقى عندي امل شويه ان انا اغير حاجه في مصر تمام. المهم قدمت في اليونسكو ده واتقبلت ان انا اللي هروح امثل مصر. عرفت هناك طول عمر مصر اللي بيمثلها حد من الحكومه المصريه، ريبرزنتيشن حكومي ان انت بتمثل مصر مفيش ريبرزنتيشن. فعرفت بقى مستوى التمثيل كان عامل ازاي، قالوا لي انه الكونفرنس اللي قبلنا اللي كان بيمثل مصر مثلا واحد اسمه رامي خلف طلع يعمل برزنتيشن عملها على جوجل ترانسليت، فبدا قال له ماي نيم از رامي بيهايند. طبعا كنا ساعتها كانت ما كانش حد منه اي حاجه، فكان هو ده المستوى يعني اللي بيخرج من مصر، ناس ضايعه لان الحكومه هي اللي مختارهم. فمشكله الحكومه اللي فاتت يعني في الواقع ما كانتش ان هي حراميه، لا مش مشكله كفاءه، مفيش كفاءه، ما عندهمش ناس كفء. المهم يعني فبعد الثوره اللي حصلت اليونسكو اتفق مع الحكومه انه احنا هنخرج ممثل من مصر، احنا هنختار واحد وانتوا كحكومه تختاروا واحد واليونسكو اختار مين. المهم رحت هناك كان الكونفرنس في فرنسا، كان ده في اكتوبر 2011. طبعا في نقطه تحول رهيبه الاول عديت بيها اللي حصل في 2011، حصل في 25 يناير 2011 وتفاعل كتير قوي في الروح بتاعتي. فرحت امثل مصر في يونسكو وهناك اول ما بدات على طول الكونفرنس انا صوتي يقطع، لا مش عايز يقطع
أول أنا على طول الكونفرنس كان مشددي عليه جدا جدا جدا، فاتعمل إلكشنز عشان حاجة اسمها الدرافتنج كوميتي، لجنة الصياغة. الدرافتنج كوميتي دي عبارة عن 5 شباب بيمثلوا العالم كله. الكونفرنس عبارة عن 300 شاب بيمثلوا كل الدول، تمام؟ هيختاروا من كل من 300 شاب دول 5 شباب هيقعدوا مع بعض عشان يطلعوا الريكومنديشن توصية بتاعة العالم، تمام؟ فهناك اتفقت ان انا اللي بمثل المينا ريجن اللي هو الشرق الاوسط وشمال افريقيا، صح كده؟ الشرق الاوسط وشمال افريقيا اللي هما الدول العربية يعني بصفة اساسية. تمت الانتخابات دي واتفقت هناك ان انا امثل الدول العربية. طبعا المكتب بتاع اليونسكو في القاهرة ما كانوش مصدقين مصر دخلت الدرافتنج كوميتي ده، عمرها ما حصلت. يعني كان دايما اللي بيمثل مصر بيكون حد طالع من الحكومة، ف يعني بيكون فاشل جدا جدا جدا. فخدت وبقيت بمثل مصر في الدول العربية دي. وبعد ما خدت دايما على طول لقيت واحد دبلومات من جامعة الدول العربية، هو راجل كان مغربي دبلوماسي من جامعة الدول العربية، جه قابلني في اليونسكو وقال لي احنا عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا ليها علاقة بفلسطين، تمام؟ مبدئيا اللي انا كنت بمثل فيه مصر ده المنتدى الدولي للشباب ده هيئة من هيئات اليونسكو بتعمل توصيات بتروح للهيئة التانية اللي بتاخد القرارات، حاجة اسمها جنرال كونفرنس المؤتمر العام لليونسكو، ده الحاجة الوحيدة اللي بتاخد قرارات. المنتدى الدولي للشباب بيعمل توصيات، تمام؟ فانا في ايدي دلوقتي ان انا احط توصيه باسم شباب العالم تروح للجنرال كونفرنس ياخد بيه قرار، تمام؟ المهم قعد معايا قال لي عايزين نتكلم في حاجه بخصوص فلسطين. طبعا انا عندي الماضي الاليم ان احنا موضوع فلسطين ده خسران، فاللي هو قول. قال لي احنا في عايزين نحط ماده في الورقه اللي هتطلع باسم شباب العالم دي، ان فلسطين ليها حق في دخول اليونسكو. قلت له اوكي يعني هنشوف هينفع مش هينفع بقى. بعدين قعدت افكر في الموضوع ولقيت ان احنا نقدر نعملها شويه. وقال لي احنا مش عايزين فلسطين تخش اليونسكو، قال لي احنا بس عايزين اسمها يتقال، فيعني ده يذكر في محضر الجلسات بس، هو ده اللي احنا عايزينه. المهم بدأنا بقى في حرب رهيبة جدا، احنا كديليجيشن بتاع العرب المفاوضين العرب كلهم بدأنا في حرب رهيبة جدا عشان موضوع فلسطين ده يتم، تمام؟ واحنا كدرافتنج كوميتي انا الولد الوحيد، انا في لجنة السيادة الولد الوحيد بمثل العرب، الأربعة اللي بيمثلوا أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية كلهم كانوا بنات، انا هقول المعلومه دي مهمه في الاخر. فكنا احنا 5 كده بنمثل العالم، نجتمع مع بعض كل واحد بيكون مجتمع الاول مع المنطقه اللي هو بيمثلها بياخد افكارها، ونقعد احنا 5 مع بعض عشان نطلع ورقه باسم شباب العالم. المهم كنا قاعدين بنطلع كل الحيثيات والحاجات اللي هسبب على اساسها ان انا عايز فلسطين تخش اليونسكو. قمنا قاعدين في الاجتماع، قلت انا احنا كشباب العرب، الاجتماع كان عباره عن دايره كده مستديره احنا 5 قاعدين فيها، ومعانا يونسكو اوفيشلز ناس مسؤولين من اليونسكو، مسؤولين كبار جدا من اليونسكو كانوا قاعدين معانا، وبيسمعوا احنا بنقول ايه. فانا اول ما قلت انه الدول العربيه حابه ان هي تحط توصيه بدخول فلسطين لمنظمه اليونسكو، كل القاعه تمام قلق كده مش عارفين هنعمل ايه، والراجل ده بيقول ايه بتاع. هم واخداني بره تريد تقول الكلام ده ونتمنى ده مش اختصاصنا اصلا، دي مسائل سياسيه، ده المنتدى الدولي للشباب وكلام كده. المهم اصريت قلت لهم انا عندي انا بمثل الدول دي، والدول دي قالت احنا عايزين فلسطين تخش دي مثلا. فقالوا لي ماشي. طبعا كمل الاجتماع تجاهل تام لموضوع فلسطين ده. الميتنج قعد من الساعة 12 الظهر لحد ما فقدت الأمل تاني ورجعت زي زمان فقد الأمل، تمام؟
بعدين تاني يوم كان هيحصل الريكومنديشن بتاع هنقعد كلنا كشباب هنناقش بقى الورقه اللي طلعناها الخمسه دول، هنناقش الورقه دي ونعمل عليها تصويت، وهي دي الورقه اللي بتطلع باسم العالم، باسم شباب العالم. تمام؟ طبعا الماده بتاعت 50 مش موجوده وهم اعترضوا عليها اعتراض تاني. وسط التصويت ما هو شغال، احنا قاعدين على الستيج الخمسه اللي هم بتوع لجنه الصياغه قاعدين، وبقيه المفوضين كلهم قاعدين تحت. الورقه اللي احنا عارضينها موجوده على البروجيكت. بنصوت على ماده ماده. في قاعد من الساعه 8 الصبح للساعه 9 بالليل. بنصوت على ماده ماده. بعدين قمت واخد المايك طلبت انه نعرض الماده بتاعت فلسطين، ونعرض انه فلسطين تخش جوه اليونسكو. وقبل ما اعرض الحاجه دي كنت اتفقت مع الدول العربيه، مع الناس اللي بيمثلوا الدول العربيه، ان هم يتفقوا مع كل اللي بيمثلوا الدول الثانيه ان اول ما نعمل ماده ليها علاقه بفلسطين هم يوافقوا عليها. تمام؟ وبالفعل كان اتفق خلاص مع كل الدول ان انتوا سياستكم الخارجيه بتقول ان انتوا تتفقوا مع الماده دي. طلعنا يعني حجج من القانون، من ميثاق الامم المتحده، من ميثاق اليونسكو و و وكنا اتفقنا على كده خلاص. طبعا وانا بحط الماده دي وانا باخد المايك واقول انا عايز فلسطين تخش، انا كنت بنفذ الكلام اللي اتفقت عليه مع الراجل بتاع جامعه القاهره العربيه، ان انا بس هقولها عشان تسجل في محضر الجلسات ويتقال في يوم من الايام انه تم طلب هذا الشيء، لكن ما كنتش احمد خالص انه اي حاجه تحصل اكتر من كده. المهم خدت الميكروفون قلت احنا الدول العربيه بالاتفاق مع الدول امريكا الجنوبيه وبعض دول اوروبا وبعض دول افريقيا وبعض دول اسيا بنطلب انه فلسطين تخش اليونسكو طبقا للماده كذا والماده كذا والماده كذا من ميثاق الامم المتحده وميثاق اليونسكو، وثبتنا يعني الحيثيات القانونيه بتاعت الموضوع. تمام؟ اول ما قلنا كده انا كنت عامل حركه بقى حلوه جدا، ان انا قبل ما اخد المايك واعمل كده كنت متفق مع حد تحت ان اول ما اقول كلمه فلسطين سقف، فكل الناس سقف. اول ما اقول كلمه فلسطين انا كل الناس سقف، فالشخص اللي متردد يوافق ولا ما يوافقش يحس ان كل الناس موافقه فيرفع ايده هو كمان. فاول ما قلت كلمه فلسطين كل الناس كانت مسقفه ومصفره وحصل لبان في القاعه يعني. المهم اتقالت الماده، قلنا هناخد عليها فوتنج التصويت بتاع الناس، مين ضد الماده؟ ام الدرجه بتاع الفريق؟ ام رازع الترابيزه؟ ماسك البلاكت بتاعته ورافعها في الفريق. مين مع؟ ام كل الناس رافعه. تسقيف رهيب طبعا. بعدين في وسط التسقيف ده واحده من المسؤولين في اليونسكو والبنت اللي كانت بتمثل اوروبا عوضتني ورا الستيج وزعيق شتيمه، وانت بتعمل ايه؟ انت مستنى الفورم، انت ازاي تعمل كده؟ انت ازاي تعمل كده؟ مش عارف. المهم الماده دخلت، وبعدين حصل تصويت تاني على الريكومنديشن كله بقى، التوصيه كلها على بعض. فهم قايلين اوكي التوصيه كلها يا جماعه احنا خلاص خلصنا عملنا تصويت على الماده ماده، هنصور دلوقتي على الريكومنديشن كله، على الورقه كلها. مين ضد الورقه كلها؟ يعني الورقه بتاع السعيد رفع، الورقه بتاع امريكا، والبنت بتاعت هولندا، حوالي خمس دول او حاجه كده. مين مع الورقه كلها؟ فالناس بدات ترفع واحده ورا الثانيه، وبعد كده قعدوا يسقفوا، الناس بدات تحتفل بدخول فلسطين في التوصيه بتاعتهم. تمام؟ المهم بعديها بيومين عرفنا انه المعونه الامريكي والسعودي هددوا بقطع المعونه من اليونسكو، ده بعديها بيومين بالظبط. وبعديها باسبوع اجتمع المؤتمر العام اللي بياخد القرارات، وقرر تبني الماده بتاعتها وتبناها، ودخلت فلسطين فعلا اليونسكو، وامريكا والسعوديه فعلا قطعوا المعونه بتاعتهم عن اليونسكو. وانا طبعا كنت مبسوط جدا ان انا كان ليا جزء، كان ليا يعني شير في الموضوع ده. في حاجه ثانيه عايز اقولها حصلت هناك،
حاجه من الحاجات المؤسفه جدا هي اداء اليونسكو او هي اليونايتد نيشنز، انه المفروض انه بعد ما بننتخب بعد ما الورقه بتطلع بيتم انتخاب اثنين دول اللي بيمثلوا شباب العالم كله عشان يقروا الورقه دي قصاد المؤتمر العام. كان طبيعي الاثنين دول بيكونوا ولد وبنت. كان طبيعي جدا انه الولد يكون انا، لان انا اكتر واحد ظاهر، لان اللاك الصياغه دول هم السوبر ستارز بتوع المؤتمر. فكان طبيعي ان اكون انا، عشان كده قلت لكم على مده اربع بنات وولد. اللي حصل ان هم عملوا انتخابات من غير ما يقولوا لي، عملوا انتخابات بتاعت الاثنين اللي هيمثلوا العالم من غير ما يقولوا لي، قلبوها كده بسرعه وقاموا مطلعين واحد اوروبي. فبرضه من الحاجات المؤسفه جدا ان هناك في تمييز ايجابي رهيب في صالح الاوروبيين. المهم اللي كنت عايز اقوله في القصه دي كلها يعني انه 2011 كانت نقطه تحول، كانت يعني وكل ما تحمله الكلمه بالنسبه لي انه من شخص يائس جدا لاحوال مصر، من شخص يائس جدا لاحوال الدول العربيه، لشخص بقى عنده امل في مصر. طبعا الوضع دلوقتي في مصر ماشي واحده واحده والثوره يمكن تفشل، بس ان شاء الله لسه في امل يعني. ومن شخص عنده ما عنديش امل خالص في موضوع الدول العربيه وفلسطين و و لشخص بقى شارك في حاجة حقيقية بتفيد فلسطين. بدل ما كان اخري بنزل بظهرها وبضرب ورا عقيدتي، انا النهارده شاركت في دخول فلسطين لليونسكو، اللي هو هيأثر في دخول فلسطين لليونايتد نيشنز، لان فلسطين عمل دلوقتي بروبوزل ان هي تخش على اليونايتد نيشنز. ودخول فلسطين لليونسكو ده جزء كبير هيساعدها في ان هي تخش لليونايتد نيشنز. بس فعشان كده 2011 كانت نقطة تحول بالنسبة لي، ان انا كنت شخص سياسي تماما من العرب ومن مصر. انا دلوقتي عندي امل في العرب وعندي امل في مصر، وعندي امل في مصر ان شاء الله اكتر لو الثوره نجحت فيها. ويسقط حكم العسكر.